لكن المرجع لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. قال الله عز من قائل في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نتابع الحديث في هذه الليلة لنصل إلى نتيجة مهمة في كيفية التعامل مع الأخبار والنقولات الواردة في المجالات المتعددة والمتنوعة. وفي هذه الليلة نتناول النقولات التاريخية، أي جانب السيرة والنقل التاريخي. ولما نقول نقلا تاريخيا، فهذا يعني أن الرواية إنما تتضمن نقلا لجانب تاريخي، ولا تتضمن نقلا لحكم شرعي أو نقلا لقضية عقائدية. إذ لو كانت الرواية تتضمن نقلا لحكم شرعي فلا بد أن نخضعها كما ذكرنا للضابط الفقهي في التعامل مع الروايات، وإذا كانت تتضمن نقلا عقائديا نخضعها للضابط العقائدي. إذ في الروايات تقبل في الأحكام والفقه، تقبل الأحكام والروايات المعتبرة، في العقيدة إنما تقبل الروايات القطعية اليقينية. الآن في التاريخ ما هو الضابط؟ هذه النقطة الأولى، نريد أن نتعرف على الضابط في النقل التاريخي، ثم نريد أن نتعرف على الضابط في الرثاء في الشعر والأدب الحسيني، وثالثا نتعرف على النقل فيما يرتبط بجانب التمثيل أو السرد القصصي للخطيب الحسيني. ثلاث نقاط أساسية. أولا، ما هو الضابط في النقل التاريخي؟ النقل التاريخي نقل لسيرة، لأحداث، لوقائع. خرج الحسين في اليوم الكذائي، مصرع الحسين عليه السلام بهذه الطريقة، مصرع العباس بهذه الطريقة، مصرع الأكبر بهذه الطريقة، قتل الإمام أمير المؤمنين بهذه الطريقة، كذا وكذا. نقل تاريخي، سرد لسيرة ورواية. الآن شنو الضابط؟ هل لازم أجيب رواية معتبرة أم لا؟ نقول إن توافرت الرواية المعتبرة هذا نور على نور، لكن نجد بأن أغلب الكتب التاريخية لا يمكن أن تتوافر على ضبط روائي. يعني أنت لما تروح مو بس إلى سيرة الإمام الحسين، مو بعض الأشخاص يعاتب يقول ليش سيرة الإمام الحسين ما نقلت بشكل معتبر؟ أنت تعاتب على سيرة الإمام الحسين، روح إلى سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، نقلت بذات الطريقة، تاريخ الطبري واليعقوبي وسيرة ابن هاشم وكذا وتاريخ دمشق وإلى آخره، نقل نقلا سيريا، يعني نقل
إلى أحداث متتابعة من دون ذكر العنعنات هذه اللي صايرة في مثل الروايات عن فلان عن فلان عن فلان. قلما ينقل وتنقل وينقل الحدث التاريخي بشكل روائي، يعني بشكل عنعنات يمكن أن تحصل من خلالها روايات معتبرة أو روايات صحيحة. وهذا مو بس حال الإمام الحسين، حال النبي، حال الإمام علي، حال الأمم. مو بس أمة النبي الأكرم تتعاتبنا، روح إلى عيسى، روح إلى موسى، روح إلى الأمم كلها. لما تجي تنقل التاريخ، تنقل التاريخ بسرد للمعلومات، وخرج في اليوم الكذائي والتقى بالجمع الكذائي، وكان تعداد المسلمين هالكثر وتعداد المشركين هالكثر، من دون أن يتضمن الذكر ذكرا للرجال الذين ينقلون الرواية. إذا لا يمكن أن تخضع الرواية التاريخية إلى ضابط الرواية الفقهية، ولا تخضعها إلى الضابط في الرواية العقائدية. إذن الرواية التاريخية، الرواية التاريخية يا جماعة الخير، أنت ما أنت مطالب بالاعتقاد. ها يا شباب، شلون أتعامل يا الرواية التاريخية؟ هذا مهم جدا. ليش؟ لأنه صاير حديث عند الشباب. شلون الآن يقال لا اللي قتل الإمام الحسين مو شمر، ها؟ قتل لا شخص آخر، ابن سنان كذا إلى آخره، ويجيبون كل الشمر الشمر. زي ما هو في روايات، في نقول، ها بيجيك الخطيب بيقول والله مثلا احتز الرأس الشريف كذا فلان وقيل كذا في أثناء المصرع، وبيجيب لك كل الاحتمالات. لا، في الرواية التاريخية ننقل لك وجها، وانت ما انت مطالب بالاعتقاد. يعني يوم القيامة ما راح تسأل شنو اعتقادك، من الذي قتل الإمام الحسين، وما اعتقادك مثلا في طريقة مصرع العباس، وما اعتقادك كذا. لا لا لا، هذه معلومات تثقيفية تأخذها، وإلا الدين فقه وعقيدة. هذا جانب تاريخي. من يرتبط الموضوع بجانب العقيدة، من على الحق يزيد أو الحسين، يقول لك لا هذا جانب شنو اعتقادي، هذا لازم تكون عليك منظور عقائدي. احنا نتكلم عن جنبة تاريخية، الجنبة التاريخية لا تأخذها لتعتقد بها أو تأخذ منها حكم شرعي، وإنما سرد لقصة لسيرة. وهذا السرد للسيرة للقصة أنت تأخذه مأخذ الاحتمال، يعني يحتمل أن مصرع العباس بهالطريقة، يحتمل أن مصرع الإمام الحسين علي الأكبر بهذه الطريقة، تأخذه مأخذ الاحتمال. هذه نقطة أساسية. ليش نقطة أساسية؟ لأننا لما نفهم طريقة التعامل مع المرويات التاريخية أننا نأخذها مأخذ المحتملات، معنى ذلك تنفتح إلينا باب النقل الروائي، يعني نقدر ننقل الروايات التاريخية، ويصير عند البعض تساهل. شوف شلون يصير عند البعض تساهل، بيقول شيخنا عجل كل الاحتمالات أقدر يجيبها، قيل كذا وقيل كذا وقيل كذا، حتى لو رواية ضعيفة ما دام تنقل جانب تاريخي أنا أخذها، أخذ هذه الرواية الضعيفة. نقول لكي تكون وسطيا في التعامل وتبتعد عن التساهل المفرط، لابد أن تعتمد على مصادر موثوقة. شلون يعني مصادر موثوقة؟ يعني من كتب التاريخ في أشخاص قريبين من زمن المعصومين، وفي أشخاص بعيدين. إلى أشخاص البعيدين تكون درجة الوثاقة فيهم شنو؟ أضعف، لأن ما شاهد، ما شاف، ما عاين. تحين لما تقول والله حدث في سنة 65، تمسك والله شاب تقول له وش صار 65، يقول لك والله سمعنا أنه صار كذي كذي. لكن غير لما تروح إلى أبوك اللي عمره مثلا، ها على سبيل المثال 65 سنة كان في ريعان شباب، يقول لك لا الموضوع صار كذا وكذا بهذه الطريقة. أيهما أوثق؟ من عاصر ومن عاين الموضوع؟ لذلك
لذلك على الخطيب لما يجي ينقل ينقل أقل من مصادر موثوقة، مو لازم روايات معتبرة، لا أقل روايات مصدرها معتبر ومصدرها موثوق. هذا أول شيء يراعي في النقل التاريخي. الأمر الآخر في النقل التاريخي، من جيت بتنقل في النقل التاريخي لا تنقل خرافة، لا تنقل شيء مستحيل يقوم به الإمام، لا تنقل شيء ينافي الطبع والمروة، مو تنقل شيء يصطنم بمعتقد مثلا العصمة، بل لابد أن تلتزم في النقل بأن تنسب للمعصوم ما يليق به. وهني أفتح موضوع، شنو هذا الموضوع؟ يجينا البعض يقول إذن شيخنا يعني ما يناسب المعصوم، يعني نرفض الروايات اللي تقول بأن الإمام الحسين بكى بكاء شديدا عند مصرع ولده علي الأكبر، زين، حتى نحب الإمام عليه السلام. ليش؟ لأنها تنافي المعصوم. وين تنافي المعصوم؟ في وين تنافي المعصوم؟ يعني مو قضية ذوقية يا شباب تقول والله لا أنا ما أصدق أن الإمام بكى عند مصرعي علي الأكبر، أو لا مد طوله بطول ولده، لا لا ما أصدق. ليش ما أصدق؟ إمامه يبكي ويصيح، إمام إنسان ليش ما يصيح؟ هذا رسول الله ما بكى عند الحمزة من شافه ممثل به، مو بكى، بكى. هذا رسول الله صلى الله عليه وآله ويبكي، يعني البكاء نبي يعقوب، يعني البكاء لا هو عيب، زين، ولا هو مناف للعصمة. فمو تفتح باب الذوق والكيف والهوى عندك بحيث ترفض الروايات لمجرد استذواقات، مجرد استذواقات نفسية. لا، هذا ما فيه مانع أن يبكي الإمام عند مصرع ولده، عند مصرع مثلا أخيه العباس سلام الله عليه. بكاء الإمام الحسين بكاء زينب، يجيك واحد ينظر لك زينب وكأنها ليست إنسانة، لا تبكي، ما تبكي، ما تبكي، ما بكت أبدا، ما بكت زينب. ليش ما تبكي زينب سلام الله عليها وهي امرأة تبكي؟ تذاك المعصومة يعني ما استحال عليه أمر البكاء، يستحيل أمر البكاء على امرأة؟ لا، مستحيل تلطم على رأسها، ولما لا تلطم على رأسها؟ مستحيل كذا، لا تلجأ إلى الذوق والاستذواق، بل الجأ إلى الطبيعة الإنسانية. الطبيعة الإنسانية وش تفرض؟ أنت شوف مثلا أبوك متوفي، ذاك البعيد أخوك متوفي، تبكي، ما تقدر تجود نفسك عن البكاء، ما بالك من رأت مصارع إخوتها أبنائها بأي حال؟ تواحد ما يقرب إليك أصلا يموت شهيدا تبكي عليه، فما بالك امرأة نظرت إلى مصارع إخوتها ونظرت إلى كل هذه الأحداث، فبشيء طبيعي تبكي زينب سلام الله عليها. إذن النقل التاريخي لابد أن يخضع لهذه الضابطة، فلا يكون متساهلا في النقل فيقع في الخرافة، ولا يكون متشددا في النقل بحيث تنحذف عندنا كل الأحداث الكربلائية والحسينية. وإذا تحدث مثلا خطيب بتفصيل معين نوقفه، لا، إذا نسب خرافة من حقك توقفه، إذا نسب شيء قبيح على الإمام الحسين لا يصح نسبته، من حقك توقفه. إذا ذكر مثلا رواية بنحو مثلا أكيد وهي ليست كذلك، من حقك توقفه. إذا اعتمد الأحلام ليثبت أن هذه وقائع صارت، من حقك توقفه. لكن إذا سار بأسلوب متوازن فإنه ينقل هذه المرويات بشكل محتمل. النقطة الثانية، الآن الأدب الحسيني كيف ينقل؟ قبل ما نشرع في هذه النقطة، الأخوة يقولون جريا على العادة السنوية يكون هذا في هذه الليلة الجمع للأنشطة الدينية والتعليمية في الجانب النسائي في المنطقة، نرجو
منكم الدفع بسخاء في هذه الليلة حبا في الإمام الحسين عليه السلام، فإن الحديث الوارد أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا، قيل يا ابن رسول الله وكيف نحيي أمركم؟ قال بأن تتعلموا علومنا وتعلموها. فهذا باب من أبواب الخير، تعليم الناس، إرشاد الناس، توجيه الناس، هؤلاء في ركب الإمام الحسين عليه السلام. فجودوا أيها الأحبة بسخاء في هذه الليلة. بارك الله فيكم، وأفلح من يصلي على محمد وآل محمد. النقطة الثانية هو الأدب الحسيني، الشعر. كيف أنسج شعرا على وقائع كربلاء؟ هل أفتح الباب تماما إلى كل الخيالات والتصويرات؟ هنا ننقل واقعة حدثت في زمن الإمام الرضا عليه السلام، وهي واقعة دعبل، عندما جاء إلى الإمام يريد أن ينشد شعرا، فقال أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فرات، إذن للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين بالوجنات. هذا الشاعر أيها الأحبة كان في محضر الإمام الرضا عليه السلام، وأعطى تشبيها نسبه إلى الزهراء عليها السلام، وهذا التشبيه لم يقع في الواقع الخارجي. الزهراء لطمت على وجهها، لطمت خدودها، أصلا الزهراء لم تعاصر مصرع الإمام الحسين عليه السلام، ولكن مع ذلك الإمام رضي بهذا التشبيه. لما؟ ليش يرضى بهذا التشبيه وهو ما صار؟ نقول لا، ترى هذا الرجل الشاعر لم يكذب. لما لم يكذب؟ لأن الشاعر فرض فرضية، يقول لو أن الزهراء نظرت إلى الحسين، شافت الحسين مجدلا، إذن للطمت الخد فاطم عنده. يعني واقع مفروض. يعني شنو واقع مفروض؟ يعني خيال. الخيال ليس من الكذب، المبالغة ليست من الكذب، ولكن شرط المبالغة أن لا تنسب الشيء إلى المعصوم حقيقة، وإنما تنسبه في واقع شنو؟ في واقع الشعر والأدب، في واقع مفروض. هذا الواقع يسمونه الواقع الفرضي للأدب والشعر. عند ذلك يجوز لك أن تتخيل، أن تتصور، أن تسرح بخيالك وأدبك الشعري، فتكون قصيدة عن الإمام الحسين عليه السلام من خيالات وتصويرات. لكن لا تنسى الشروط. شنو الشروط؟ ألا تنسب القبيح إلى الإمام، أو أن تنسب فعلا لا يليق بالإمام، أو أن تنسب واقعة مثلا للإمام تنافي عقائدنا وتنافي عقيدتنا بعصمة الإمام سلام الله عليه. لازم تمشي في الضوابط. زين، هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة اللي عندنا مرتبطة بالقصص المنبرية. هني الخطيب يلجأ إلى شيء. شنو هذا الشيء؟ تشبيه؟ نعم، نوع من التشبيه، وهو المسمى بشاهد الحال أو لسان الحال. شنو لسان الحال؟ يلجأ الخطيب إلى الخيال، ينبه كمستمع، يقول ترى هذا خيال، أو يقول لك مثلا بلسان الحال، يعني ينبهك يا جماعة إلى شنو؟ إن هذه رواية حقيقية لو لا، شو تقولون شباب؟ لا طبعا، من يقول لك لسان حال الإمام كذا، وكأنه قال كذا،
وكأنه صنع كذا. هذه كلها شنو؟ كلها خيالات. عجيب يعني باب الخيال مفتوح في هالجانب. نقول عندنا رواية مروية لما سئل الإمام عما جرى على الإمام الحسين وش قال؟ قال رو تحدث الناس فإن كل ما حدثتموهم هو نزر يسير وشيء بسيط مما جرى في واقعة الطف. الفقهاء وش قالوا؟ قالوا الإمام فتح باب إلى الشيعة. شنو هذا الباب؟ باب ويعرف هذا الباب يعرف بباب التفجيع. يعني شنو؟ يعني للخطباء باب من عند الإمام يعرف بباب التفجيع، يعني أدخل الفجيعة على قلوب المؤمنين، لكن بشرط مو تنسبون شيء خرافة للإمام يصطدم بعقيدة، أو تبتعدون في لسان الحال بعيدا. يقوم يصور لك قصة أصلا ما صارت. بعض الخطباء كذي يقوم يجيب لك واقعة حديث يعني متكامل جدا لواقعة أصلا ما صارت. هذا إسراف في البعد واستعمال لسان الحال، إسراف مذموم. ليش؟ لأنه يثير نوعا من اللغط على ماذا؟ على القائل. فهنا صل على محمد وآل محمد. أي سمع فالخطيب يلتزم بكل هذه الضوابط. واقعنا أيها الأحبة مع الأسف بعض الخطباء سمع كما هي بندخل ترى شو اسمه همشي السماعة عندنا احنا الخطباء عدل. فهنا نقول الخطيب يجب أن يلتزم بنوع من الوسطية في التعامل، فليصير عنده تساهل كبير جداً بحيث الناس تلومه على هذا التساهل، فتجده ينسج قصصا أحلاما ويجعل من هذه الأحلام وقائع كأنها حدثت وصارت، أو تجد تشددا عند البعض بحيث يدعو إلى حذف كل هذه الأمور كقضية زفاف القاسم. شوف فيها إسراف ونشوف فيها تشدد. إسراف بحيث مظاهر فرح شديدة جدا تطلع عندنا في زفاف القاسم مبالغ فيها أيها الأحبة، تحتاج إلى نوع من الترشيد، نوع من التوجيه. إحنا لما نزف القاسم كلنا نعرف بأن الزفاف صار لو ما صار، وش تقولون؟ ها؟ ما صار. يعني لما نجيب الزفاف نجيبه بأي عنوان؟ مو واقعة حدثت، وإنما هو خيال وتمن من أم لم تحضر زفاف ابنها. أول فرحة تدخل على قلب الأم أن ترى ابنها عريسا، فلذلك يؤتى بالزفاف بهذا العنوان. ولكن مو ندخل في مبالغات في الزفة، مبالغات في ما يوزع، مبالغات وكأننا لسنا في عاشوراء ومحرم أيها الأحبة، وخصوصا عند النساء يحتاج الشيء إلى نوع من الترشيد. صارت مبالغات وصار منافسات ودخل الأمر في الرياء ودخل الأمر في السمعة وخرجنا عن الإخلاص في العمل لله والعمل لأهل البيت سلام الله عليهم. شوف زفات وشوف نوع مثلا من السفر المبالغة فيها. وقس على ذلك من الأمور، إن الحسين إنما تحرك ليخلق في أنفسنا واقع الحياة الحق والاتباع الصحيح لمنهج أهل البيت سلام الله عليهم، بأن نبتعد عن الخرافة، نبتعد عن الأباطيل، نبتعد عن الإساءة لمذهب أهل البيت.
بل يكون كل همنا أن نعطي انطباعا راقيا عن مذهب أهل بيت العصمة سلام الله عليهم. لذلك التشابيه من تصير، يقول الفقهاء التشابيه لازم تخضع إلى ضابط عدم الإساءة للمذهب وعدم الإساءة للمعصوم، فإذا كان فيها إساءة لا يجوز فعلها. فالإمام الحسين عليه السلام تحرك منطلقا في مواجهة الباطل. فإذا انتقلنا إلى سيرة هذه الليلة، خروج الإمام عليه السلام من المدينة المنورة، تقول بعض المرويات لما هلك معاوية ونصب يزيدان أوصاه بأخذ البيعة من 3 وكان من ضمنهم الحسين، فبعث يزيد إلى أميره في المدينة الوليد وحثه على أخذ البيعة من الحسين عليه السلام، فبعث الوليد وراء الحسين يطلب منه البيعة، فأرسل إليه يدعوه للمجيء ليلا. إمام الحسين التفت إلى إخوته من ضمنهم العباس قال لا أظن إلا أن الرجل قد دعاني إلى البيعة وأن معاوية قد هلك، فقال قوموا معي فإنه يريد أن يأخذها غلابا. فقام مع الحسين إخوته ومن ضمنهم العباس، جاء الإمام فأراد الوليد أن يستفرد بالحسين، قال الحسين للعباس وإخوته إذا ارتفع صوتي فادخلوا الدار. جلس الحسين وإذا الوليد بجنبه مروان، فقال الوليد إلى الحسين إن معاوية قد مات، فقال الحسين إنا لله وإنا إليه راجعون، عدلنا إلى الله عز وجل. قال وإنه قد نصب ولده يزيد وقد أمرني يزيد بأخذ البيعة منك. قال الحسين لا أظن أن بيعتي ليلا تفيدك، فاجعلها أمام الناس، يعني أراد الإمام يتخلص. فاستحسن الأمر الوليد، فقام الإمام ناهضا يريد الخروج، فالتفت مروان إلى الوليد قال إن فاتك الحسين كان بينك وبينه دم عظيم فلا تبلغه. قال وما أصنع؟ قال خذ البيعة منه وإلا فاقتله. إمام الحسين من سمع هذا الكلام التفت إلى مروان قال يا ابن الزرقاء أمثلك يهددني بالقاتل؟ ارتفع صوت الإمام وإذا بالعباس يكبس الدار هو وإخوته، هجمة اليوث الحرايب والشعور من الشره والسيوف على الشتوف تلوح كلها مشهرة. دخل العباس بأبي وأمي، قال الإمام الحسين اعلم بأن معدن النبوة ومهبط الوحي ومثلي لا يبايع مثله، فلان شارب للخمر قاتل للنفس المحرمة ومثلي لا يبايع مثله. خرج الإمام الحسين بأبي وأمي